تتذكر يا عزيزي خانم ليلة عرسنا؟ هي ما كانت كويسة كتير، بس أنا وصلت للي بدي إياه. تعرفي شو هو؟ إني أتجوز غصب عنك بالصرماي. تعرفي يا بنت عمي جودات باشا، يا بنت الأكابر، أنا بعد تفكير طويل كتير وصلت لنتيجة. بتعرفي ايش هي؟ أكيد ما حتعرف. وصلت لنتيجة إنه المرأة وهاد اثنيناتهم بيدفوا للرجال. سواء المشكلة إنه هاد ما بقى يكفيني. يا مرا ما بدنا نخرب عرس الجماعة، روحي لبسي اختي بدها نروح. Thank you.
عم تعدى عرجيري يا خالي. سوس انا بسس كفي يا كفي يا كفي. الظاهر ما تربي له الوقت. ايش عم تقول؟ بدك تيجي من الضيعة؟ لك ابني ايش هالحكي؟ اخذني بيتك هون واهلك وارضك، تجبرك تروح على الغربة. الظلم الظلم يا ايوب الظلم. امان 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 امان. انت متاكد انه مرته راح تخبره؟ راح تخبره ابو صبحي، راح تخبره. بس الزلمه ما بيعرفنا. بس خيو لا سد ابوتشي. والله انا خايف يشك فينا ويفتكر هذا مقلب فيه وما يجي. ابو صبحي مو هذا هو؟ لكوني يا رب. مرحبا يا شباب. اهلين يا ابو عايد. انت بكري ابن اخو لفوزي. محسوبك ابو صبحي. احسن عربنجي بكل حلب. اهلين يا ابو صبحي. اهلين خاي. عمي ابو عايد، رفيع عمي فوزي وعشرة عمر. على راسي. جاهزين؟ جاهزين وعلى 24. يلا الحنطور شو اسوي فيه عم؟ اطمع مخبيه بين الشجر، بدي اجيبه لهلا. يلا ابو صبحي يلا. صباح الخيرات والكرامة. الله صبحك بأنوار النبي. عم شلونك يوب؟ الحمد لله مشتاق لك والله. عراسي أيوه بس خلصت. أهلين صباح الخيرات. مر على القهوة قدري بده إياك ضروري. إيه على راسي. لك الله يديمك فوق راسنا ويرزقك. خلينا إياك على راسي يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. السلام ورحمة الله. شلونك يا ابني؟ أهلين معلمي صباح الخير. أيوه طير طاير. بتروح لعند ابو عبد الفوال بتوصلنا على صحن فول بطحينه غير شكل. وانت وراجع بتمر على الفرن بتجيب الخبزات بتحطهم هون وبتاخذ الباقي لمعلمتك على البيت. الحصه تبع ابو ديبو شلت له اياها ولا ما شلتها؟ شلتها من امبارح وحياتك. زود له اياها. يلا لا اشوف طير طاير. يلا صباح الخير بكري. صباح الخيرات والكرامه على راسي يا شباب. يا الله يا الله. يسعد صباحك ابو بكر. اهلين ابو سلمو. الله يصبحك بنوار النبي. يسعد لي الصباح. لك الله يديم عزك الهي على الحاره. خليني اياك اقعد شرب شاي لك خالي. على راسي ابو سلمو. دا افرض البضاعه. الله يرويك. على راسي. نهارك عربي بصلاه على النبي. على راسي. يا ابو على ايش كل هالاحترام؟ ما بعرف. كل يوم عم بموت من قهري وانا عم بشوف الناس بتعزك وبتحترمك، وانا ليش ما حدا بيحبني بهالحارة؟ ما بعرف. صباح الخير ابو بكري. اي المغارة فوزي. فوزي فوزي. اهلا اهلا بالشباب. اهلين ابو عايد الغالي. اهلين يا فوزي. شلونك اخوي؟ اهلين بابا عايد. اهلين اهلين بالغالي. اهلين عمو. اهلين بكار. شلونك روحي؟ تفضلوا. على راسي. تفضلوا يا شباب. تفضلوا تفضلوا. تفضل فوزي. على راسي. يا رب. لك اهلين عم بكار. زين يا روحي. مين؟ انا ادري. جايب لكم الخبزات. تفضلي. يسلمك. فوزية. بدكم شي تاني اقوله لمعلمي؟ دقيقة. يوم ابوي بعت الخبز، قال بدك شي كمان؟ لا ما بدنا شي. لا قال ما بدنا شي. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. خاطرك. مع السلامة. Thank you.
وين شيلدر؟ ما بعرف يا فوزي، من وقت ما فقت ولهلا وأنا متضايقة. شايفة منام على أخوكي بكري وقلبي ماله مطمئن وبالي مشغول. اللهم اجعله خير. ايك يا هم مو هيك؟ اصلا كل هالروحة ما كان بدي اياها. فوزية رضاي عليك، اطلعي رفيقي اخوك يا احمد، تأخر الوقت رح يأذن الظهر. لا يوم ابوس ايدك، انا ما بسترجع ادخل لعنده طاول. ما شفتي شلون ضربني هديك المرة يوم؟ طيب بلا ما تصير مشكلة. تعي يوم مسكي حركي اللبن عني وانا رايحة. أحمد قوم اليوم، قوم قرب يقدم الظهر. دي يوم هلا بقوم هلا بقوم. والله ما حلو تضل نايم لهلا، الناس كلها راحت على شغلها وانت مخمخم ونايم لي مثل المدروخين. يوم ويوم انت بتعرفي شو كنت تعبان هالكم يوم؟ لا لا لك تعبان ولا شيء، انت عم تتدلل مشان ما تنزل على الشغل عند معلمك ابو انور. بالك ماني فهماني عليك؟ رضاي عليك، قوم غسل وجهك وسمي بالرحمن وانا رايحه احط لك فطور. يلا يوم يلا. الله يخلي لي اياك يا احلام. اوعك ترجع تنام. ها لا لا ما راح انام. يلا انام. ها ها ايوه طيب يا جماعه انا بتسمحوا لي. وين ابو عايد؟ تاخرت على الاغا، موصيني اذبح بقره واوزع على الفلاحين. خير ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. بطلتي لها يعني الجاي لعندك؟ ما سهل يبدا الواحد يدير باله. على كل حال اذا ما قدرت اجي بخلي ابو محمد يطلطل عليك. يلا بروك والله ما بتقوم، بعرف طريق. سلام عليكم. اهلين ابو عايد. الله معك، مع السلامه. ايه بكار طمني، ايش اخبار الحاره؟ طمن عمو، كل الامور تمام، بس احيانا عم تيجي الدوريات عم بتفتش بيتك والدكانه. يا رب. مساك عمو، هدول المصاري بعت لك جون ابوي. يسلموا من ايد مال عدمه. وجبت لك معي شويه اكلات اشتهيت لك اياهم مرت عمي. اي صحيح، شلون هي والولاد؟ طمن عمو امورهم بخير، امي كل كم يوم تروح لعندهم على بيت جدهم وبتطمن عليهم. بس انت قلي ايش بدك يعني اقول له لابوي، لانه باله مشغول عليك من وقت ما ولاد هالكلب حكموك بالاعدام. قول له لابوك لا ياكل هم ويحط ايديه واجريه مي بيردي، انا هون مرتاح كتير والجن الازرق ما بيعرف طريقي. ايه بس انا صرت بعرف طريقك، وحياتك لما بفضل بيجي بطمن عليك. ولا يهمك ابن اخوي، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الكتلة وطنية قال لك مجموعة اوباش بدهم يحكوا بالسياسة. لك صايب جمعة انت ايش رأيك؟ شي كتلة ما كتلة جنبك، انا ايش فهمني بهالشغلات هاي؟ انت كبيرنا وتاج راسنا والله يديمك. لك صاي ما قلت لي ايش صار بالمحصول؟ لميتوا الحنطة والشي ولا لسه؟ كلها كم يوم جنابك بيكون المحصول جاهز، بس يعني ايش في؟ جنابك ما امرتنا ايش نسوي بحصة الفلاحين. اسمع يا ابو جمعة، بتفهم مرابعين ما بيشيلوا ولا حبة، انا بعدهم بحل الموضوع. امرك جنابك. قوم شوف ابو عايد ذبح البقرة، خليك على راسه مشان توزيع الحصص. حاضر. عن اذنك جنابك. عنايات قال بده الحصص، قال ما بيكفي عن طعميه اللحمه. صرخت لي يا اغا؟ وين عزيزه؟ عزيزه بقطة. بدك شي تاني؟ لا خليه يبعتولي فنجان قهوة الغرقوام. يا مو تكرم عينك، انا دا اجيب لك يا بايدي. صباح الخير ابو عيد. صباح النور علي عوض. عم بيقولوا دوريات الدرك كترانه بهالمنطقه بهاليومين. طول عمرهم هيك، بخافوا من تهريب الاسلحه من تركيا.
بس يمكن كمان عم لحقوا المطاريد والمساجين بالجبل. لك انت بتصدق هالحكي؟ الواوي بعمله ما بصير سبع، بتشوف الواحد منهم طول وعرض بتقرب عليه بتلاقي قلبه قلب صوص. انت ما بتشوفوا اللي شلون مسكين سلاحهم وخايفين وعم بتلفتوا؟ هذا كله من الخوف، من الخوف لك ابن اخوي، من الخوف. والله كلامك مزبوط يا ابو عايد. صحيح نسيت اسالك، ما اجتك اخبار من عايد؟ لا والله من زمان ما في منه خبر. الله يطمنك عليه ويرجع لك اياه بالسلامه. يلا السلام عليكم. الله معك عواد. نعم. وين على الارض؟ والله رايح ادرس الحنطه لانه الاغا ما بيرحم باخر الموسم، حاسبنا على الحبه. خلت شغلك عليكم السلام، خلت شغلك تاب بدي اعطيك شقفه لحمه للاولاد. ايش شو هالحكي؟ يعني لتذبح اليوم؟ لك هلا اروح وارجع بسرعه، الا زمان ما دقنا طعم اللحمه. السلام عليكم. العمش معقول يا عم ابو عايد بعد ما يذبح البقره ينسى يعطيني شقفه لحمه؟ ايه بلا سيدي، في غيري اولى، عند اولاد جوعانين يا حرام. اخ انا بدبر حالي عند خالتي ام جلال. فعلك ساعات ايش بك يخرب ديارك؟ بيضات وروحي على دكان عمك ابو ربيع جيبي لي شويه طحين لكمل هالعجنه. حاضر يوم. سعده لا تاخري على الطريق مثل هذيك المره، كو اذا دري ابوك بيذبحك. ها لا اطمني يوم ما بطول. هدول ليش مسكرين؟ لا تفتحيهم دادا. ولأمتى بدك تضلي حابسة حالك حتى ضوي الشمس ما بدك اياه يدخل على الأوضة؟ آخ الله يصلحك ويهديك يا مدحت. كأنه عزيزة ما هي بنت عمك قبل ما تكون مرتك. هيك ها خلي هالضو يدخل على الأوضة وحاشلك هم وغم. يلا يوم يلا قومي قومي سمي بالله وكلي. يلا مرحبا أبو ربيع. علينا أبو شعبان. عندك زيت سراج؟ إذا أنا ما عندي وين بدك تلاقيه؟ امسك لك عبي لي هالقنينة. شوف أبو شعبان من هلق إذا ما معك مصاري هوينا، ترى ديناتك كتروا. لك إيش بك بعطيك مسك وهي قرش؟ قرش؟ وكيلك الله ما عندي غيره. ربيع تعبوي تا عبي له بقرش زيت سراج روح. أمرك يو. إيش كني ما بدك تصلي الظهر اليوم بالجامع؟ لا خيو بصلي هون بالدكان. الله يتقبل يا سيدنا، بس على هوا ما سمعت إنه اليوم بعد الصلاة بده يوزعوا لحمة على الفلاحين، جناب الأغا ذبح بقرة. إيش هالحكي لك أبو شعبان؟ إيه والله. ربيع انتبه على الدكان أبوي، أنا واصل على الجامع أصلي وأرجع. وأنا رايح معك، خليه بعدين برجع باخذك. مرحبا ربيع أفندي. أهلين سعد خانم. سعد خانم؟ بس تبطلي تقولي لي ربيع أفندي بقلك سعد حاف. بدي بدال هدول طحين. تكرم عيونك. صحي شلون أخوك عايد؟ ما دريتوا عنه شي؟
لا والله لا منعرف عنه شيء ولا بعث لنا اي خبر. الله يرجعه بالسلامة. هاتي يا عزيزي اني ما بعرف شلون عم تفكري، ولك انا مطلعت عيونك بفهم عليك عالطاير، فهمتي؟ ايش بدك مني؟ ايش بدي منك؟ رايح تضحكيني ها؟ يعني ايش بده الرجال مرته غير انه تقول له انا تحت امرك سيدي واللي بدك اياه بيصير؟ ليش عم ترجفي؟ قولي انا تحت امرك سيدي اوام؟ انا تحت امرك سيدي واللي بدك اياه بيصير؟ أفارم عليك، أفارم عليك يا عزيزي. أنت هلأ صرتي مرة صالحة. ليش الكذب؟ يعني صرتي مثل أمي، وأمي كمان كانت مرة صالحة. يعني ما كانت تسترج تطلع بعيونه لأبوي، ما كانت تحسن تقول له ما أحلى الكحل بعينك. ليش هيك عم تعاملني؟ ليش هيك عم تعامل معي؟ حسسني ولو لمرة واحدة بالشفقة والرحمة. لا يا عزوز، لا. عم تحكي معي أنا عن الشفقة والرحمة؟ ولك أنا لو ما كنت شفقان عليك وما رحمتك كنت خليتك تروحي وتنهزمي مع هذا المريبعجي، هذا الواطي. بس أنا سترتك، وإلا كان أبوك جابك من آخر الدنيا ودبحك قدام العالم مثل المعزاي. قصة صارت من زمان وصار عمرها سنين. لك مزبوط صار عمرها سنين، بس أنت لهلأ رافضتيني. لك أنا ماني رافضتك، بس أنت اللي بتعيرني بقصة صارت من زمان وبتنسى قصتك مع البنت الفرنساوية اللي حبيتها واللي أبوك ما خلاك تتجوزها وجبر أبوها يروح من كوم الحجر. إيش قصدك وليك؟ قصدي كل واحد منا له ذكرياته، ومو كل ما دق الكوز بتجرد ذكرني باللازم مضى. إيش شو هاد؟ عم تعلي صوتك وعلى مين؟ علي أنا؟ إيش علي يا أبو لكم يحق لك؟ أنت بنت 14 ولساكي كويسة ولساكي حلوة. أنا ما فرشيكي، أنا ما فرشيكي. بعد أنت وياه جعلوا رولاك جعلوا شوف. مرحبا عايد. أهلين سهلين يا هلا. هلا هاي البقرة الضعيفة رح تكفي هدول الخلق كلهم؟ إن شاء الله إن شاء الله، الله مبارك فيها ونعم بالله. اسمع خيو، بتشلي فخذ وبتشلي شقفة من الباط، بدي بعتهم لعائلة مستورة حرام. كل الناس الواقفين مستورين، بعت لي هون وبعطيهم شوية لحمة وزيادة تكرم عينك. اسمع بعيد، الكرشة والراس والمقادم هدول لألي، وعلي بالحرام اللي بدي له بدي أعمل مشكلة فهمان؟ وقع على راسي خلاص اعتبرهم إلك. ماشي الحال، رجعت ويا لورا رجع. خاطرك عمو. الله معكم. الله معك عمي بكري. سلم لي كتير على أبوك وعلى كل رجال الحارة، وخصوصي على الشيخ طاهر والمختار، وسلم لي على عمك وخليها تسلم لي على العيلة والولاد بوس لي اياهم. عمرك عم غيره. الله يسلم لي اياك. يلا السلام عليكم. يلا السلام عليكم صبحي. يلا ديروا بالكم على الطريقة. والله يا أبو أنور ماني عارف ايش بدي اقول لك. خيو احمد عم بقول انه حيله مهدود وجسمه مكسر، بس اطمن بكره بعد بكره بالكثير برجع لك اياه على الشغل. يا سيدي ان شاء الله، لانه الشغل لفوق راسي ورقان وعندي طلبيات ماني عارفها شلون بدي الحقها. طب طمني ان شاء الله بتعلم الكار. لا اطمن، المحروس ذكي كثير وبالقطع الطاير، بس بيني وبينك بيشرد كثير وبيصفر بيروح لبعيد وين ما بعرف. ايش هالحكي؟ قل لي يا ابو انوار اذا بضيع وانطه هون ولا هون بكسر لك راسه. لا اعوذ بالله حرام والله، الزلمه شرير وابضاي، والله يشفيه ويرجع الشغل ان شاء الله. تسلم تسلم يا ابو انوار. هات شاي لعمك ابو انوار يا ابني. واي 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 صحيح.
العمل. شو هاد؟ طيب ليش تعرفني؟ هذا عايش ولا ميت؟ لا عم بتنفس. يا اخ يا اخ العمل لا منكم ولا من تمه. شيل شيل عصب حيشيل. يلا يا رب يا رب. يلا تفضل ابن عمي. احمد وينه؟ لعدي ماني شايفه. وصل وصل لعند رفيقه، قال مرضان شوي وراح يشق عليك. راح يشق عليه؟ على اساس هو المرضان؟ لا الحمد لله صار منيح اليوم. بس ارجع البيت قولي له بكره من الصبح برجع على شغله. اليوم مع المعدل عندي على القهوه سالني عنه. أه بتعرف ابن عمي حاسي هالولد مانو حابب كارل نور. زهرة جاب لك شي سيره هو؟ فتح لك الموضوع؟ لا ما قال لي شي طاول ولا فتحت امه. اطمني لكان حبيب الكار ومعلمه كتير عم بشكر منه. وين الخبز؟ ولي على قامته هالفوزية شقد قلبه بارد. بحياته الواحد ما يوصيه على شي. ولك فوزية ايش صار بالخبز؟ يلا يلا يا مو كون جاي. الله يسلم الديات. يلا سموا بالله يا رب. أبو محمد. يا أبو محمد. أهلين أبو عايد. أهلين. أهلين أبو محمد. جبت لك شخبة اللحمة. ومنين اللحمة؟ لا غامرني أذبح البقرة وأوزع على الفلاحين. من أيمت لأغا كان يأكل هم الفلاحين؟ نأكل همهم ولا لا إيش بدنا؟ المهم الفلاحين مستفيدين. على كل حال كتر خيره. كتر خيره؟ أنت عم تحكي هالحكي يا أبو عايد؟ حياة صعبة يا أبو محمد والله لقمة مغمسة بالدم. بدك تأخذ اللحمة؟ ليش أنت أخذت؟ أنا كمان ما متعود على اللحمة خصوصا إذا كانت من طرف مدحت آغا. روح أعطيها لحدا محتاجة. سعي ما قلت لي إيش أخبار ابنك عايد؟ ما وصلكم خبر عنه؟ لا والله يا أبو محمد من يوم سافر على بيروت ما في منه ولا خبر. خير إن شاء الله. هاتينا طاسة شنينة يا محمد. إيه ما قلت لي يا أبو حميد إيش داك اشتغل هالله؟ والله ما باري بس يعني شغلة تعبي لي هالمكوك وفتلي لي هالخيط هاي شغلة ما عجبتني طاول. إيه خلاص اشتغل عند أبوك بالقهوة. بالقهوة؟ وإيش داك يعني أشتغل بالقهوة؟ مثلي مثل قدري؟ بعدين أخوي هو اللي كان بالشغل بالقهوة. هلا عيفك مني أنت إيش أخبارك؟ أنا؟ أخوك أبو الليل ناوي على شغل إذا زبط. أبر الفقر لولد ولده. وش هالشغلة بقى؟ ولا بدك تضل عم تجر أنت ورفيقك؟ رح يأجل العشاء بدنا ننام. استحوا معي على حالكم. كني عمتك لساتها فايقة لهلا؟ إيه لساتني فايقة. ليش أنتم بتخلوا حدا ينام؟ خلاص عمتي خلاص رايحين نحن. يلا ولا قوم انقلع أنت وياه من هون وقول له لرفيقك لبقى يجي لعنا. أنا حرمة وحدانية بالبيت وبخاف على سمعتي. خلاص خلاص فهمنا عمتي خذينا طريق بدنا نمشي. تفضل. يعني اطمنت على عمك فوزي على 24؟ اطمنت عليه وبعطيته المصرات. هو بيخبرك انه اموره تمام ومسلطن بالجبل وطاير عقله وما ناقصه شيء طاول طاول. ايه الحمد لله. اوف هديت اللي بالي. الله يهدي بالك الهي. يوب طريق الرجعة صارت معنا شغلة. ايش هالشغلة؟ لقينا شاب اكل ضربة على راسه وعم يشرب منه الدم ومصفرة. وش عملته؟ ايش عملنا يوب؟ جبته معي. وينه ولا؟ اخذته على بيت عمي فوزي. عفارم عليك نمر. يعني وقت اللي شفتوه ملقح على الارض هو هيك حالته؟ مثل ما لك شايف يوب بفيق شوي بعدين بيرجع بينام كأنه صار له شهر مو نايم. والله غريبة. لك أبو صبيح مو كان لازم تاخذوه على الخستخانة يشوفوا الحكيم يعاينه ينظف له جرحه؟ اي والله. الدنيا صارت نص ليل والخستخانة بعيدة. عمي أبو بكري ايش رأيك أجيب الحلاق أبو عبده يشوفه ويعاينه؟ هيك قلتك؟ خلص روح صح له روح. يلا. Thank you.
من هالمعلاج جايني هلا؟ يلا يلا جاي جاي ابعث لك حتى ايش قدك رزقك. لك يلا يلا منو هاد؟ انا ابو صبحي. ابو صبحي اجيبك هالوقت؟ تعال معي بسرعه اب بكري بده اياك. اوف 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 وايش بده مني اب بكري بنصاص الليالي؟ شغله ضروريه. صحيح نسيت اقول لك جيب معك شنتاي. اماني فاضي. لا هي ما حبيتها منك يا ابو عبدو. حدا بيقول لعمي اب بكري ماني فاضي؟ اوعى سكان يعني اب بكري محسب لي حاله صار حكم دار الناس تروح وتيجي لعنده ايمت ما بده؟ الله لا تكتر حكي، بدك تروح ولا لا؟ خلاص امري لله. راي اغير حواجي واجيب شنتايتي واجي معك. مرحبا بالخير. وسهلا باب الليل. تفضلوا. خود خود خود. لا. برو. جايبني قول لي فين جايبني؟ دخيلك. انا بدي ارجع البيت قبل اذان العشاء. لا ايش بقى احمد جدبي؟ خلينا ننبسط لنا شي نص ساعة وبعدين نرجع البيت، ايش بقى؟ يا اهلين وسهلين بالشباب الطيبة. انا ابو يوسف بعرفك خويي احمد الرواس ابن عبد الحميد الرواس ابو بكري زعيم واكبر قضايات حارات حلب. شرفنا والله. شو بحبوا يشربوا الشباب؟ مثل عادة قدح لي وقدح لخويي احمد. ايمو على راسي تكرم عينك. لك ايش قدح ما قدح؟ ابو الليل ما يعرف ابوي اني عم بسكر بيتبحني، عم تفهم؟ خلصنا بقى احمد اشبك بلا ولدني. ايه هلا منين بدي اعرف ابوك انه جينا لهون وشربنا؟ عم نقول لك نص ساعه، نص ساعه ونرجع على البيت، ما راح نضل الصبح. صار زمان هيك نايم؟ بفيق شوي وبيرجع بينام. ليش؟ ما في شيء ما في شيء، الظاهر متقتل مع حدا وضاربين بعضهم. انتوا تركوه للصبح يرتاح هو بفيق مثل الحصان. بس كانه اول مره عم بشوفه لهذا الشاب. هذا رفيق ولا بكري؟ اكيد ما هو من الحاره. لا ما هو من الحارة. مسيك كثر خيرك. خلي معلم خيرك سابق. مسيك يعطيك العافية. الله يعافيك. على كل حال إذا فاق الصبح وعم بيشتكي من شي أبوه خبروني. أنا ما في مشكلة ما لحل عندي. ها بإذن رب العالمين طبعا. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمعي يا بكري. نعم يوب. رب العالمين بعتك إله مشان تخلصه. أمرك يوب. إيش يا أبو صبيح؟ ما تعبت؟ لا يا معلم أنا بخدمتكم ما بتعب أبدا. بكري أمور يوب. ما بدي أوصيك مثل ما فهمتك. على راسي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب. إيدك يوب. واصلي. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يسلم الديات يا زهرة. الله يسلمك ابن عمي. صاي بدي أسألك، ما عرفت لي منه هالغريب؟ لا والله ما عرفت، بس مبين عليه من نواحي حلبة. الله يشفيه بجاه النبي. وشلونه أخوك فوزي؟ طمنك بكري عليه؟ الحمد لله فوزي منيح وبخير طالما هو بعيد عن العيون. لك سعي وين أحمد؟ كني ما عم بجي على البيت؟ رجع ونام. شيلي الطشتي يا مرة شيلي. الله يسلم الإيدين. قومي خلينا ننام. يا الله يا رب. سامحني يا رب، سامحني على هالكذبة. ولك وينك لهالله أيام أصوف الرقبة. يا رب What the...
ابنك متخيج ومبسوط ومعبي طازه ابنك وطلعت شريط مع انه اول مره بتشرب لك بعجبك واقف واقف مثل العادي امشي مثل العادي اجلك ليقوم حتى بس علينا لازم نمشي طبيعي بس علينا حتى واحد من دراكم دبكونا بالقوش لوش الصبح قولي لوش الصبح قولي اذا عرف ابوي هلا قد ايه وشمبري والله والله ليت بحر ليت ليت السلام عليكم شيخ عليكم السلام استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم عبالو لا يشرب وين وين بدي انام وين بدك تنام ان شاء الله فكرك بدك تروح تنام عندك بالبيت لا طالع ريحتك بتروح تنام عندي هنا بالبيت عمتي عمتك طلع عمتي هي اللي الله يشلها ويمد بعمرها يلا انسالي هي الخرفانه تعرف شو دواها عمتي دواها الرايحين لا حالة بحبي معكم راح يا رب يا رب تمضي الليلة على خير وما يحس أبا بكري إنه أحمد بعيد برات البيت خبري ابوي اوعي اوعي يعرف ابوك والله والله بيعمل له فصل يقوم ويقعد طب يلا يا فوزيه بطريه يلا يلا جاي جاي لحقيني بالخبزات تفضل عمي الله يسلم الايدين ايش بدك تطبخي اليوم مثل ما بتريد ابن عمي انا وصيت القصاب على شويه سندوانات وشويه مقادم تعملي لنا اياهم ايه ايه بس السندوانات والمقادم بدها شغل قبل بيوم طيب معناتها المرة اليوم فركت كوسه تشتغلي بالسندوانات وبالمقادم على مهلك على راسي بس ابن عمي يا ريت توصينا على صينيه كنافه لانه طعمتها من المره الماضيه ما راحت من تحت سناني تكرم عينك هلا بوصيلك طرقجي على صينيه كنافه الله يرزقك بجاه الحق وبجاه سيدنا محمد امين احمد وينه